الله معكم. صوم مبارك للجميع. رح نتناول بهالحلقة موضوع يمكن ما كتير منفكر فيه، الأفكار. ما بيقدر الواحد إلا ما يكون عم بيفكر باستمرار، سواء كان ذلك بصورة واعية أو لا واعية. من سنوات صدر كتاب عند أب روحي كبير صربي اسمه التدوس الصربي، وترجم إلى اللغة العربية، وعمل صدى هائل عند قرائه. اسم الكتاب أو عنوانه أفكارنا تحدد حياتنا. نحن ما كتير منفطن إنه ماذا يحدث لنا أو كيف منتصرف أو شو منقول، هي نتيجة الأفكار اللي بتجي على راسنا. نحن بكنيستنا قبل ما ننام نعمل صرا، نطلب من ربنا أن يمنحنا حتى أثناء النوم فكراً طاهراً وقلباً مستيقظاً. فلمن أنا بكون عم فكر بطريقة إيجابية أو تطلب السلام أو تفكر بالأمور كما يشتهي الرب حسب الوصايا التي أعطانا إياها في الإنجيل، بكون أنا عم ملي راسي بنوعية تفكير تصدر عنه أفكار. فإذا كانت هذه الأفكار مثل ما قلت تتسم بالإيجابية أو تتسم بطلب السلام أو فيها كتير من المحبة، مراجعة الذات، ساعتها حكماً الناس اللي بيكونوا معي أو يمكن بيشلحهم ربنا عدربي بيتأثروا بطريقة تصرفي قولاً وفكراً وعملاً، بصيروا هني كمان عم بياخدوا من الإيجابية الموجودة عندي، لأنه ربنا بيكون عم بيستخدمنا لمجده. لذلك بيقلنا هو عن العين، والعين طبعا كما يقول أحد المتصوفين هي باب النفس الشارع. إذا كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلماً، والعكس إذا كانت عينك كمان فيها كتير من النور الجسد كله بيكون نوراني أو بيكون فرح. فإذا أنا بلشت فكر بهالطريقة بصير حس إنه الأمور عم تزبط، مش بالضرورة مثل ما أنا بدي بس مثل ما ربنا بيكون عم بيدلني إنه لازم تزبط. بصير أنا في فرح مرتسم على وجهي، بيكون في سلام بذهني، بيكون في سلام مشاع إلى الآخرين، أنتم نور العالم. ونأخذ نحن من نوره مثل ما منقول بنورك نعاين النور. هذا يجب أن يكون عنوانا كبيرا في صومنا، لكي لا يكون الصوم فقط امتناع عن المآكل بل أيضا امتناع عن كل ما يؤذي النفس ويؤذي الآخرين ويؤذي علاقتي بربنا. الصوم الحقيقي هو أن نكون نحن رسل لنقل سلام المسيح إلى الآخرين. الله معكم.